الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم. من يرى في المنام أن أبيه أعمى والله أعلم علامة على الهم والقرب الذي يحدث لصاحب الرؤيا تلك الفترة، رؤية الأب الميت أعمى في المنام علامة على المال الحرام الذي يكسبه صاحب الرؤيا تلك الفترة والله أعلم، رؤية الأب الميت أعمى في المنام علامة على دليل على الوقوع في الكثير من الذنوب والمعاصي تلك الأيام لصاحب الرؤيا، حلم الأب الميت أعمى في المنام والله أعلم علامة على تحويل الأحداث إلى الأسوأ في حياة صاحب الرؤيا هذه الأيام والله أعلم، رؤية الأب المتوفى يبتسم في المنام علامة على الرضا الذي حصل عليه عند الله تبارك وتعالى، حلم الأب المتوفى يبتسم في المنام علامة على السعادة والسرور التي حصل عليها تلك الفترة والله أعلم.